علاقتي بهم بأنهم أعداء ديالي، على الأعداء اللي كيأذيو الناس، وأنا كنعلم على هادشي كنشوفو في الرؤى، كيدبح قرابين ليهم. أقسم بالله سمعت الأداء، أقسم بالله تمخنوق، علاش بالقرآن وبالرقية وما عرفت شنو، وهما الصحارى مشعوذين الصدر الشوم، وبطريق شي أنا مقدروش يكشفوا عليا. الهدف ديالي هو توعية الناس. من الساعة ب500 درهم كتجيني رؤى أنني في حرب مع الشياطين. قالتك هي اللي في المس ما عندوش باش يتعالج، هادي كدير على انها ماشي راقية. واخا هادشي كامل فهمناه، سمير عرفناه. مرحبا، شنو علاقتك بالمشعوذين والرقاة الشرعية؟ علاقتي بهم بأنهم أعداء ديالي، على الأعداء اللي كيأذيو الناس كاملين كاملين بدون استثناء. إذا كانوا بدون استثناء اللي عندي أنهم يكونوا رقاة توقعتي، وقليل جدا في كنلقى وكنسمع وكنلقى بأن راقي تاقي. أنا كنلقى أغلب الرقاة اللي كنسمع ليهم كيستخدموا الجن الشيطاني، وأنا كنعلم على هادشي كنشوفو في الرؤى، وحيت هو تا هنا هو تيدير طقوس شيطانيه كيدبح قرابين ليهم. هادو مغاربه، هادو مغاربه، ومنهم انا قلت لك انا عندي التوثيق على نسمعوا ديك التوثيق ولا فهمتي شويه نقول لك. وكيديروا طقوس شيطانيه وكيدعوا الرقيه، وملي كيبدا يقرا لك كيبدا يقرا على المريضه ولا المريض كيدخل احرف ما كيقراش بصوت عالي، كيقرا وهو كيردد احرف سريانيه. يعني كاين الشرك بالله والرقية الشرعية ماشي سليمة. ماشي سليمة، عرفتي شنو السليمة؟ السليمة هي ما تاخذي درهم بحال اللي كندير دابا. انا كنوجه وكيقول لي الناس لقينا، كنقول لهم لا ما كنلقيش. شنو كتعمل؟ كنقول لهم انا نوجهك. شنو كتوجه فيهم؟ كنوجههم لهاد الطريق اللي قلت لك. خويا كتصلي؟ نوض صلي في الوقت، ما تبقاش تقول لي كنصلي الظهر وتنخلي العصر حتى الليل، ولا كنصلي المغرب وتنخلي العشاء حتى الغدا. لا يعني ما كتخليش مجال للشيطان فين يقتحم حياتك. سمعتي النداء ربيه، مابقاش تقول لي انا زرب انا معطر انا هادي انا هادي. اعمال اخرى ما غاديش دابا. انا اقسم بالله سمعت الاذان، اقسم بالله تمخنوق مخنوق حيت ما نضتش، حيت خصني نربي النداء. ربي كيعيط عليك فعلا، ما يمكنش ما تمشيش فعلا. واخا خي سامر دابا بغيت، الله يسمح لي هادي بغيت نقولك. امين سمحنا كاملين. امين. دابا بغيت منك الاثبات ان الرقاة الشرعيين كيعالجوا بطريقه غير سليمه، وربما كيتاخذوا الجن باش كيسخروا وكيسميهم خدام. خدام ماكاينش خدام، هادي باش تعرف الجن المؤمن ماكاينش جن مؤمن خادم او لا عبد، عبد لله فهمتيني، موكل من عند الله لك انت. اذا كنتي مؤمن شي ممكن تكون انت مشريف ما تشي لعبه، واذا كنتي مؤمن وربي هو يوكلك يحميك. انا قلت لك صلي في شهر 41 يوم غتبرأ من الشرك والنفاق، وغتدخل في ذمه الله. ذمه الله هي العنايه الربانيه. واخا سمير اقسم بالله ما تأذيك حاجه. واخا سمير اليوم كيشوفنا ما يقارب 40 مليون مغربي. مرحبا. كيفاش عتقنعهم ان الرقاة الشرعيين كيعالجوا بواحد الطريقه اللي هي ماشي ربانيه، وانها واحد الطريقه اللي بعيده عن طريق الله، وانها طريقه غير صحيحه وغير سليمه؟ انا شرحت ليهم كيديروا طرق. ايه ممكن. دابا انا 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 كمجتمع انا كمغرب انا هو اللي 45 مليون اللي كتسمع فيه. انت سمير جيتي قلتي لي هاد الناس كيدبحوا وكيستعملوا الجن. مزيان، عطينا الدليل. دابا محتاجين منك دليل. عندي موثق بالفيديو. ورينا نسمع. صدر الشوم، انا كقناه صائد الشياطين. أيوة. صدر الشوم وهما مسجلين عندي في القناه ديالي. اللي بغى يدخل القناه ديالي يدخل يتفرج ويسمع بودنيه. صائد شياطين كاين سعودي والصفحات ديالهم كاينين في السوشيال ميديا طبعا. ياك
قرار عنوي اللي تكتبوا رعيلاج بالقرآن وبالرقية وما عاد شنو، وهما الصحارى مشعوذين استدرجهم وبطريق شي انا ما قدروش يكشفوا ليا، وعطيتهم اسماء ماشي اسماء ديالي وعطيتهم قصص مفبركه وشريو كشفوا ليا وما قدروش يكشفوا ليا. اسمح لي دابا انت، وهذا هو التحدي. اسمح لي انت شريف ياك، شريف باعمالي. طيب واخا شريف باعمالك، بما انك شريف باعمالك كتمشي شريف ابا عن جد اول حاجه عدا اعمالي واخ، كتمشي ممكن تكون شريف ابا عن جد وانت راه ماشي شريف واخ باعمالك ماشي شريف، كتمشي عند الرقاة كتواصل معاهم كتجذبهم وكتعرف الطرق اللي كيستعملوها. كتواصل معاهم كانني انا عندي حاجه فيرمس ماشي انا واخ. عندي زوجه ممسوسه، عندي زوجه في عندي امثله هادو هادي قصص مفبركه باش كنستدرجهم. وكتمشي عند الرقاة نفس الشيء كتعمل حتى الرقاة نفس الشيء وكتكشفهم؟ كنكشفهم. ما كتخافش على راسك؟ ما كنخافش على راسي، حيت لا خوف لا خوف إلا من الله، فهمتيني؟ ولا أخاف في الله يوم جرائم. هذوك لائمين. شنو الهدف ديالك من هادشي؟ الهدف ديالي هو توعية الناس، أن الناس في عودري أنها تمشي تلتجأ لهاد الناس هادو اللي عندو رقية الحصة من الساعة ب 500 درهم وانت فقير، والساعة بألف درهم وانت فقير يا صاحبي حشومة استغلال. وانا نعرفك راقي خويا، انت راقي لوجه الله بشي الرسول صلى الله عليه وسلم كان ما كانش كيدير هكا، كان كيقرا حسن وحسين الاحفاد ديالو غير بمعوذتين، ما كانش كيبدا يتحاور معاك جن. وانت ملي كتحاور انت راقي كتحاور معاك جن، صدقك وهو كذوب بالدليل على الرسول صلى الله عليه وسلم بالحديث ديالو، صدقك وهو كذوب يعطيك 90 معلومه كامله غيعطيك نصف 0.5 من هذوك 90 اللي قلت لك غير صحيحه. سمير باش ما ننساش، انت اذا جبنا لك حاله فيها الجن واش تخرج؟ نخرجوا. شنو وعد مني؟ شنو تستعمل؟ كيفاش شنو نستعمل؟ كيفاش؟ قراءه القران. وكما قلت لنا ما حافظتش القران. حافظ الايات اللي عاطيني ربي الاذن في الرؤى بهم. كتجيك رؤى؟ كتجيني رؤى ما باغيش نهضر عليها خويا، رؤى اللي فوق الخيال. خذ راحتك ولكن حاول تقربنا غير باش نفهموا اكثر. رؤى مثلا كنشوف راسي في السماء، فهمتي؟ هذه ربما كنشوف شيوخ، هذه ربما احلم ماشي احلام، رؤى راه حيت الفرق بين الرؤيا والحلم، الحلم كيدخل فيه ادغاش الاحلام. وفرق ما بين الرؤى والاحلام، الرؤى هي باش تعرف رؤيا هي ملي كتكون يلا غيأدي الفجر بدقيقه ولا جوج دقائق، انت كتشوف الرؤيا كتعقل عليها كيأدي الفجر بيناتهم جوج دقائق ولا خمسه دقائق. ما شاء الله. كتشوف هذه الرؤيا يوميا؟ يوميا. كيفاش يوميا؟ واش كتشوفها يوميا ولا؟ كنشوفها اكثريه في سميتو في الاوقات اللي كيكون فيها الاعياد الدينيه ولا كيكون شي شهر مبارك. بحال رمضان شعبان. شنو هي اخر حاجه شفتي؟ اخر حاجه شفتها راسي في مكه لابس قميص ابيض وكنصلي بالناس. ما شاء الله. وما كنعرفهمش. هذه اخر رؤيه وما قادرش ما كنعاودش تشي خويا. اقسم بالله خويا ما غير نعرفو اكثر وصافي. واخا بما انك شفتي راسك في مكه، شنو هو اجمل منام او لا اجمل رؤيه شفتيها؟ أجمل رؤية شفتها باش نتذكرها، أجمل رؤية شفتها أنني في حرب مع الشياطين مع الجن، وبحاجة بدون أسلحة، ما عندي تسلاح، وهما بصفاتهم وعطاني ربي الإذن بحال عطا حسيت بانني انا كي شي واحد كيقول لي قرا اللي محفظو لك الله. امر رباني. كان حسيت بها هكا، قرا داك الشيء اللي علمك الله، وفي كنشوفهم في ذاك البيت كي تنشوفهم فيه الشراجم تيتردحوا تيتزدحوا وعينيهم بحال القمر يعني ضوئيين، يعني من صحاب النجوم والكواكب عرويين كفاره. بديت كنقرا في آية كرسي وكنعاود فيها كنقراو كنعاود فيها كنقراو كنعاود فيها، ولاو بقاو غاديين وكيصغاو كيصغاو 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 حتى مشاو.
سمير باش ما نبعدوش بزاف على الموضوع، على شعور الموضوع ديال الدليل. الدليل هو عندي، قلتش لي على الساحره. اه هو عندي، انا نعطيك فيديو. واش ساحره ولا راقي؟ هي كدعي انها راقيه. راقيه شرعيه. شرعيه. سير على الله ورينا الدليل، نسمعوا الدليل. سير شغل. قلب لي اذا بلا ما نكملوا الاوديو، لا نكملوا معاك هذا توضيح. سير ونكملوا معاك. درتي فيه مع الوراق ديال السيد وقريتي عليه الايات مع المعوذات؟ لا غير القران. ماشي القران، المعوذات. غير المعوذات ماشي المعوذتين، يعني كاين بزاف معوذتين واخلاص وايش كرسي وفاتحه. ايوا هذا هو، سميتو ديرو معاهم، دير معاهم ورق السيد وتبقى تشرب منهم، هذا هي الربيه الشرعيه. والطريقه كتير زعما كتهجع باش ما نطولوش. الفيديو هذا كاين في القناه ديالك بالنسبه للناس اللي بغاو يشوفوه. واخ خي سامر. وي خويا طولنا بزاف واقيل. اسمح لي، خذ راحتك. شنو دابا من خلال هذا الفيديو هذا، شنو الرساله اللي غتوجهها لما يقارب 45 مليون اللي شاف هذا الفيديو؟ الرساله اللي غنوجهها لهاد الناس اللي كتفوت من 40 مليون مغربي، كثر منه تقريبا واقيلا. مهم ديك الساعه نشوف الاحصائيات اللي ماشي مهم. انا الرساله اللي نوجه لهم انكم في اودري توجهوا الرقات وتوجهوا النصابين وتوجهوا الشوافات والزوايا وهذوك وهذوك الناس اللي كيدعيوا الرقيه، وكتشوف كتبقاو تقلبوا عليهم في الفيسبوك، وكتبقاو تصنتوا كتبقاو تسولوا ناس وكيعطيوكم النوامر ديالهم، وكتمشيو كتبقاو تطلبوا فيهم شويه، تيقول 4000 درهم 5000 درهم، وكيبداو يطلبوا منكم أتمينة خيالية وانتوما غير ناس عاديين. انا كنعطيكم رساله من هنا للتوعيه، التزم اخويا بصلواتك، سواء كنتي بنت ولا راجل ولا مرا، مزوج ما مزوج كيما كنتي. يعني اللي فهموا منه كيقول لكم ما توجهوش للرقات، ما توجهوش للمشعوذين، توجهوا للواحد الاحد، توجهوا اللي خلقكم لانه هو اللي خلق الرقات. ونزيدكم واحد الحاجه، اللي هذاك الراقي اللي نديروه كاع تقي، نديروه ماشي من هذاك الناس اللي تيقول خد عندنا خدام، وخدام راه ما كاينينش. هو ملي كيقرا القران، واش الشفاء والرحمه واش كاين في القران ولا كاين فيه هو؟ تبارك الله عليك. هذا سؤال بغيت نسول اي راقي، جاوبني. لكن عندك جاوبني، واش الشفاء والرحمه عنده هو ولا عند القران؟ ولا انت درب وخا قول الله في القران، حيت قال لك القران اللي فيه الشفاء والرحمه في الايات ديال الله، ماشي في الراقي. الراقي غير سبب. تبارك الله عليك اخي. مرحبا، الله يبارك فيك. الله يكبر بك. الله يكبر. نرجع عندك من بعد ان شاء الله. مرحبا في اي وقت. حالت ما اذا جاوب شي راقي. مرحبا نجاوبو ونتواجه معاه عادي، ما عنديش مشكل. كاين شي تحدي؟ كنقبل التحدي ديال اي راقي كيما بغى يكون النوع ديالو يتحداني ونتناقشوا. غربني مرحبا، كنت خاطئ يعلمني ويعلمني ويقول لي الخطأ ديالي ونفهم منه ونتناقشوا عليه، وكان خطأ يتقبل مني الهضره ديالي ويحاول يفهمها. هذا هو اللي نقدر نقول.
تبارك الله عليك. مرحبا شكرا. الله يبارك فيك. الله يبارك. مرحبا في اي وقت في اي وقت خويا يوسف. ومرحبا بك عندنا في كازا. الله يحفظك. مرحبا بك. غنمشي في حالي يعني. اذا متابعينا الاوفياء كما شفتوا هذا هو سمير، هذه الحقائق الصادمه نقدروا نسميوها صادمه بخصوص الرقاة والمشعوذين. انا صحفي مستقل، ما يمكنليش نعطي الراي ديالي ونقول انا مع سمير ولا انا مع الراقي ولا مع هذه كتبقى الاراء ديالكم نتوما كمجتمع. بغينا نشوف الاراء ديالكم، بغينا نشوف التحليلات ديالكم الموضوع سمير والموضوع الأقوال اللي كيقول والرأي ديالو في مواضيع ديال الرقية الشرعية والشعوذة. كيف مسمي راسو في يوتيوب، بغينا الآراء ديالكم على صائد الشياطين. قبل ما نودعكم كان معكم يوسف بن سليمان وخلف الكاميرا مريم فساحي. إلى اللقاء. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.